الزفلاوي مرحبا بكم معنا توجور في قناة أهل الثقة. أهل الثقة تشكر توجور تشكر العائلة الكبيرة، منها العائلة اللي جا واحد من العائلة الكبيرة هذه من أقصى الحدود الجزائرية وهي ولاية تمنراس. خويا مختار مرحبا بك، واش راح نقولك في البداية؟ واش رايك في السلعة اللي وصلتك؟ أولا مجانا من نقل من عندنا، ثانيا تركيف، وثالثا كي راك عندنا وراك وليت لعندنا مش تشكرنا على السلعة. واش رايك في أهل الثقة؟ يا خويا جيت نقول لك بارك الله فيكم. فيك بارك الله. والسلعة اللي جينا هنايا وخيرناها والشروط اللي تفهمنا عليها وفيتوا بها، يعطيكم الصحة. من بينها يعني لا كاليتي تاع لا شومبر والترونسبور على حسابكم والتركاب على حسابكم، ولحقت كيما خيرنا هنا 2000 كيلومتر كومام ولاية تمنراس، قليعة تمنراس الحمد لله. واش راح نقول لكم؟ ولينا من تمنراس للقليعة باش نقدم لكم الشكر يا خويا بارك الله فيك. واش تقول لنا الصحة يعني من هذا الباب من هذا المنبر يا خويا؟ واش نقول لكم؟ اسم على مسمى الحمد لله، يعني اسم أثاث ثقة يعني خرج من يقول لك من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لم يشكر الله. انت راك شكرتنا احنا، واش نقول لك؟ نشكروك ويعطيكم الصحة انتم ثاني. ايه؟ لي قالوا لنا على القعدة اللي درتوها لهم بالعشاء وبالقعدة واسمها الشابة تاعكم كيما يقول بلا تايئتوا من النية. واش راح نقول لكم؟ هذا الثقة تقول لكم توجور رانا هنا ابوني كثرنا من الجامع. عبد الرحمن واش حبيت تقول لنا؟ كيما نقول لك الحمد لله يا ربي، هذا كامل بفضل الله عز وجل وبفضل دعم المتابعين. حبيبي احنا الا سبه هكذا دعم المتابعين، الله يبارك دعم المتابعين. رجعوا محل أثاث ثقة من اشهر المحلات في الجزائر كاملة. الحمد لله هذا كاع 150 الف متابع، هذا بفضل الله عز وجل ما شاء الله. وثاني الحمد لله يا ربي ما نستثني حتى ولايه من خدمه النقل والتركيب، ما نقولوش 48 ولايه، 48 ولايه على حسب الكلمه اللي قلناها. ايوه ما نقولوش ولايه فلانيه الا والا والا، حنا نقولوا كامل الولايه من هذا. وحنا واش من هذا المنبر مادام أثاث ثقة الحق لتمنراس يعني الحق 48 ولايه. سيبو سما تفضل السؤال برك خويا، نسقسيك واحد السؤال. تفضل اخي. انت كي تسمع مثلا تخيل زعما أثاث ثقة تقول نقدموا خدمه النقل والتركيب مجانا كامل الولايات الا تمنراس، تحسها شويه حاجه محقوره حاجه في نفسها صح؟ تحس الحمد لله يا ربي احنا أثاث ثقة ما تحسسكمش هذا الاحساس بإنه الحمد لله. مشينا بالشرق مشينا عنابه ومشينا قسنطينه ومشينا وارد وكل الولايات، مشينا بلاد القبائل، مشينا بلاد الاوراس، مشينا للغرب ووصلنا للبورسي للحدود المغربيه، وصلنا لتونس حتى لدبداب. انا نقول لكم وصلنا 48 ولايه. إليزي ناس إليزي إليزي جانات جانات تقدروا تكومونتي، ومش ناس تعرف ناس جانات اللي جاو لعندكم تمنراس راحوا لجانات وكملوا الإليزي. حابين نقول من هذا المنبر ثاني راح نزيد نقول لهم كومونتيو لنا، قولوا لهم بلي اسكو اذا لحقتكم السلعه وكيف لحقتكم. واش راح نقول لكم؟ انتم ابوني وكثروا لنا من الجام، وحنا رانا هنا الا السبه باش نخدموكم، الباقي كاع من عند الله سبحانه. واش نقول لكم؟ اخر الكلام سلام بارك الله فيك. سلام.